السلام عليكم. اهلا 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 دولة الرئيس، نورت مصرف لبنان. اليوم نورته لكن بالامس صوفرته. ما في شك. امرني بشو بساعدك. بصراحة بعد الخطوة اللي قامت فيها النائب بهية الحريري، تسلم لي عينها، خطوة إعادة الأموال اللي قبضتها كراتب من مجلس النواب لخزينة الدولة، قررت أنا وزملائي نقوم بنفس الخطوة. شو هالقرار الرائع؟ انتو مين يعني؟ كلنا، يعني كلنا، نحن اللي حكمنا لبنان بعزه وصرنا شوي شوي نمزه. ها ايه يعني الطقم كله صحيح. عملوا لي وكالة وقالوا لي خلي ضميرنا مرتاح، روح باسمنا وعمول تشيك لخزينة الدولة، خلينا نرتاح. برافو برافو، انا بهنيكم من كل قلبي باسمي واسم كل مواطن لبناني. تسلم، رح اعمل تشيك. ادفعوا بموجب هذا تشيك لأمر خزينة الدولة اللبنانية مبلغا وقدره 5640000، يعني 564,000، ما هيك؟ صح. وزيد كمان 000، صاروا 564 مليون. اها، وزيد كمان 000، صاروا 564 مليار. وزيد كمان 000، صاروا 564,000 مليار. وزيد كمان 000، 564 مليون مليار. ومنزيد 000، 564 مليار مليار. بس دولة الرئيس، هودي لبناني او دولار؟ كمان 000، 000، 000، 000، 000، 000.